لا شك أن المقاطعة هي أسلوب من أساليب المقاومة، ولكننا ينبغي أن نعلم أن المقاومة لا تقع فقط على المنتجات الاقتصادية، وهذه مقاطعة المنتجات الاقتصادية هي مقاطعة مؤلمة للغرب، الغرب الذي يعبد المال أكثر مما يعبد الله سبحانه وتعالى. ولكن أنا أرى أن المقاطعة قد تتجاوز مقاطعة المنتوجات الاقتصادية إلى مقاطعة البرامج الإعلامية التي هي من قبيل صناعة التفاهة، والتي هي أشد وقعاً من وقع السلاح المدمر، لأنها تقتل في أبنائنا فكرهم ووعيهم وتمسخ هويتهم وتبني لهم توجهات خاطئة، إلى أنه ينبغي أن نتنبه في البيوت خاصة إلى مقاطعة البرامج التي هي من قبيل صناعة التفاهة. وينبغي كذلك أن أقول لنفسي ولإخواني أن المقاطعة هو قرار شخصي لا ينتظر إذناً من أحد، فأنت ينبغي أن تعافى هذه المنتوجات، لأنها تذكرك بدماء أولئك الأبرياء وأولئك وتلك الأشلاء الممزقة. ينبغي أن تعلم أن هذا المنتوج حين تضع يدك عليه فأنت تضع يدك على تلك الأشلاء تريد أن تأكلها. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفق الجميع، وأدعو الجميع إلى مواصلة هذه المقاطعة التي بدأت تظهر آثار ألمها على تلك الدول الداعمة للكيان الصهيوني، وظهرت كذلك آثارها على الكيان الصهيوني في حد ذاته. بارك الله فيكم، وإنه لجهاد نصر أو استشهاد. الحقيقة جهاد الكلمة يعتبر جهادا، لأننا نحن ننصر القضية الفلسطينية من بدايتها منذ وقت طويل، خاصة نحن الجزائريين. إذن نحن مع فلسطين ظالمة أو مظلومة، نعم أقطع كل ما يرد من كل السلع، لأنني الجزائري وأفتخر وبذلك. وما دام أنني أتكلم من أرض الشهداء، لا بد أن نتحد جميعا على هذه المقاطعة، لأنه المبلغ الذي حتى ولو مبلغ زهيد راه يكتب بيت فل صغير، لأنه هذا يروح للقتل الجماعي بالنسبة لأطفالنا في غزة وفي فلسطين ككل. هذا 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 واضح وجلي، وبأتمعني كان من لأنه لكل الجزائري يجب أن يعون هذه الفكرة، لأنه هذه المقاطعة معناها انهيار الاقتصاد في إسرائيل، وبالتالي هذا نوع من الخطط الحربية. أنا كمواطن جزائري مسألة المقاطعة لمقاطعة المواد أو البضاعة الإسرائيلية راهي جد فعالة، أدعو من هذا المنبر إلى مقاطعة جميع المواد التي لنا فيها بديل هنا عندنا في الجزائر. نترك المواد الأخرى التي نشريها من شامبوان إلى المشروبات إلى اللباس إلى غير ذلك، عندنا البديل. ما دام عندنا البديل نقاطع هذه، لأن الأجر نتاعها كان الدراهم نتاعها كاملة راهي تروح للإسرائيليين، والإسرائيليين راهم يقتلوا في أبنائنا ويقتلوا في أمهاتنا ويقتلوا في أخواتنا، والصورة راهي واضحة قدامكم. أنا شخصيا أعتقد باللي أبسط يعني حركة يقوم بها المسلم هي مقاطعة البضائع لدعم العدوان على الشعب الفلسطيني، يعني والعملية هدية في متناول الجميع، خاصة أنه توجد بدائل لمعظم المواد العلامات اللي تدعم في الكيان المحتل. أكيد مقاطعة السلع، لأن السلع هذه حتدعم الصهاينة وليس اليهود، صهاينة اللي هم ضد فلسطين وقد يحاربوا فلسطين. ننصح الناس أن المقاطعة تكون أبدية هكا به نقدروا صح نضروهم، يعني كنا نعملها يعني مقاطعة تاع مدة صغيرة حنضروا غير إخوان تاعنا اللي متفقين معاهم لهنايا واللي قد يخدم معاهم اللي عطنهم فرانشايز، يعني نضروهم في بيريود صغيرة ونطيشوا شوية سلعة ويعاودوا ريكيبيري ويرجعوا كما كانوا. يعني مقاطعة أبدية، الحمد لله عندنا احنا منتجات وطنية ملحة بزاف اللي تنجم تعوض. كاين بزاف لي بواسون، كاين اكزامبل في الكوتي تاع شو اسمه تاع الكوزميتيك كيما خلقوا بزاف شركات، كاين حوايج بزاف يعني تنجموا نعوضوهم بالحوايج تاع الغرب وتنال منابها ونحسنوا ان شاء الله الاقتصاد، وهذه فرصه كبيره يعني ان شاء الله.
المقاطعة، أنا مقاطع من زمان والآن أصبحت مش مقاطع فقط لكن محرض على المقاطعة، وأدعو إلى المقاطعة وأنصح بالمقاطعة، ويعني أفعل كل شيء لأن تنجح هذه المقاطعة. والمقاطعة الآن من المفروض نشوفها من جانب ديني، من جانب إنساني، من جانب حضاري، من جانب قيمي، من كل الجوانب. أصبحت يعني سلاح الضعفاء وسلاح الأقوياء، سلاح المسلمين وسلاح الغير مسلمين، لأنها هي التي تجبر الظالم وتجبر العدو وتجبر الطاغية على الركوع وتمسه في اقتصاده وفي جيبه. يعني المقاطعة ليست فعل اقتصادي فقط لكن هي مقاومة في حد ذاتها، مقاومة اقتصادية، يعني تستطيع أنها تعبر على الرسالة وتوصلها إلى الجميع وتجبر الظلمة على الركوع والخضوع للقوانين الدولية والقيم الإنسانية.